طلابي الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم. وبعد، نأتي اليوم إلى المحاضرة الجديدة والتي تتحدث حول التفاعل الاجتماعي. طبعا هيك احنا بنكون أخذنا المحاضرات، وهذه المحاضرات راح يدخل إن شاء الله فيها الامتحان، وضروري نقرأهم جيدا. نتكلم عن التفاعل الاجتماعي، و التفاعل الاجتماعي بالمناسبة يعني مهم لعلم النفس الاجتماعي، والمهمة الأساسية له فهو يسعى إلى فهم قوانين السلوك الاجتماعي والكشف عن طبيعة وماهية الصور التي يبتدئ بها. الآن نشوف هناك عدة مفاهيم للتفاعل الاجتماعي. أول شيء هو ضرب من السلوك الارتباطي يقوم بين فردين أو مجموعة من الأفراد، فهو تأثر الشخص بأعمال وأفعال وآراء غيره وتأثيره فيهم. تفاعل اجتماعي يعني مستحيل يكون التفاعل الاجتماعي بين الفرد وذاته، لا، لابد أن يكون بين فردين أو مجموعة من الأفراد تفاعل. كذلك بعرفوه هو العلاقة المتبادلة بين فردين أو أكثر يتوقف سلوك أحدهم على الآخر، يعني السلوك مرتبط على الآخر، يعني الناس تحكي مع بعض كون تعرف على بعض وهكذا. ويتضمن الاتصال والتشبيك، تشبيك الناس مع بعضهم البعض، تشبيك يعني الكوبريشن التعاون. هو العملية التي يرتبط بها أعضاء الجماعة بعضهم ببعض عقليا ودفاعيا، أو يرتبط بعضهم ببعض عقليا ودفاعيا في الحاجات والوسائل والغايات والمعارف. الآن في هناك بعض المصطلحات لها علاقة بالتفاعل الاجتماعي، زي الحراك الاجتماعي اللي بسموه social mobility بيقول عنه بالإنجليزي، وهو انتقال فرد أو جماعة من مستوى اجتماعي واقتصادي معين إلى مستوى آخر في التكوين الطبقي صعودا وهبوطا. يعني الحراك الاجتماعي، الواحد بيكون فقير بيتحرك في المجتمع بصير غني، ممكن يكون غني بتحرك لتحت فبصير فقير. التفاعلات هي التأثير والتأثر بين الأفراد، هذه كلها مصطلحات اجتماعية. التحولات وهي التغيرات في الأنساق الاجتماعية، وهي نتيجة للتفاعلات. التطبع وهو اكتساب الفرد عادات وتقاليد سلوكية من خلال الأسرة، يعني بسموها التنشئة الاجتماعية، الواحد بيتعلم من خلال أسرته. العلاقات الاجتماعية هي سلسلة من التفاعلات والاتصالات تتم بين الأفراد مع بعضهم البعض. الديناميكية وهو نشاط الفرد داخل الجماعة، الديناميكية عكس استاتيكية. الديناميكية التفاعل مع التغير، يعني دايناميك يعني زي ديناميكي ودايناميكي. ما هي شروط التفاعل داخل الاجتماع؟ الإنسان لكي يتفاعل داخل الاجتماع ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر فيه؟ أول شيء أن يكون الأفراد أسوياء، يعني أصحاء راشدين، يكونوا على مستوى مناسب من العلم، متقاربين في المراكز والأنشطة، تفاعل في وضع خطط للمشكلة المحددة، قابلين للحل من خلال المناقشة. مراحل التكوين التفاعل الاجتماعي من إيش بتكون؟ يعني أنت لما تتفاعل مع الناس أول حاجة تتعرف عليهم وبتقيمهم، ومشاركة وشورى واتخاذ القرار وضبط التوتر والتشويق والتكامل. طب ما هي خصائص التفاعل الاجتماعي اللي بين الناس؟ انه مركب من الاسره والعمل والمجتمع تركيبه، يعني واحد بيتفاعل داخل الاسره والمجتمع، متعدده من صغير وكبير باختلاف الافراد، يعني الصغار بيتفاعلوا والكبار كذلك يتفاعلوا مع بعضهم البعض، متشابكه ومتداخله وممزوجه بين السلب والايجاب. بعدين هناك تفاعل وقتي ينتهي ويبدا بالحدث وبينتهي، ومنها المستمرة وطويلة الأمد، في نوعين، وقتي وفي مستمر. المستمر بتغذيها المشاعر، هذه المصطلحات مهمة على فكرة، زي مصطلحات اللي هي أخذناهم قبل الحراك وما إلى ذلك. فمنها السار ومنها المؤلم اللي هي العواطف والانفعالات. هناك علاقة دائمة، يعني ثلاث أنواع، وقتي، مستمر، علاقة دائمة تقوم على الثبات والاستقرار وتدعمه روابط الدم والعرق. في عنا الآن أنواع التفاعل الاجتماعي. في تفاعل عرضي، يعني وهو يكون عبارة عن علاقة عارضة يعني سريعة، يعني وتخلو من المؤثرات الثابتة مثل الحفل والمسير، يعني واحد مثلا يكون رايح غزة ويركب في السيارة مع صاحب إله أو مع واحد بعرفوش، فبتفاعل معه لما ينزلوا من السيارة وخلاص محدش بعرف التاني، أو مثلا
في المباراة في جمهور بيقعدوا جنب بعض، بعد ما تنتهي المباراة محدش بيعرف التاني. في التفاعل بيسموه الطفيلي، وهي العلاقات الاعتمادية، يعني واحد يعتمد على واحد، يعني زي تطفل، مثل اعتماد الطفل على أمه والفقير على الغني، يعني اعتماد طفيلي. في التفاعل العام وهو مستوى قريب من العابر ولا تنطوي على الحقوق والواجبات. تفاعل عام ملوش علاقات، زي مثلا مثل العلاقة في الرحلة أو في المقهى. في التفاعل المتبادل وهو يقوم على الاتجاهات النفسية مع المنفعة المشتركة. الآن مفهوم العلاقات الاجتماعية، يصل التفاعل إلى ذروته ولأرقى مستوياته، وهي نتيجة التفاعل الاجتماعي، أي الصلة التي تربط شخص بآخر عن طريق التفاعل. طيب ما هي مستويات التفاعل الاجتماعي؟ لتأثير الفرد بفرد آخر كصحبة شخص عزيز، ولا تميل في النفس إلى شخص آخر. تأثير الفرد بالجماعة كالفرد بتنظيم أو تيار، يعني بتأثر فيه مستوى، يعني تأثير الفرد، تأثير الجماعة بالفرد كالجمهور نحو القائد. تأثير الفرد بالثقافة وتأثيره فيه، تأثير الفرد بثقافة الإسلام وتأثيره على سلوكه. شبكة العلاقات الاجتماعية، تمثيل الفرد بالفرد والفرد بالجماعة بشبكة من الخطوط المتعددة، يعني وهكذا. شوف النظام الاجتماعي، السيستم الاجتماعي صعب مش سهل. طيب أنماط التفاعل الاجتماعي، يعني قلنا احنا أنواع، الآن نأتي لأنماط. في التفاعل المحايد، أسئلة، يتميز بالأسئلة الاستفهامية وطلب المعلومات والاقتراحات والآراء، ويضم 7% من السلوك اللي هي التحايد. التفاعل المحايد اللي هو إجابات، وهي المحاولات المتعددة للإجابات، مثل الرأي العام تقوم على التفسير، يضم حوالي 56 من السلوك، 56% طبعا. تفاعل الاجتماعي الانفعالي، الاستجابات السيئة، وهي التعبيرات الدالة على عدم المعنى، الموافقة والتوتر والقلق والتفكك، تضم 12% من السلوك. في التفاعل الاجتماعي الانفعالي، الاستجابات الإيجابية وتضم المرح والتشجيع والتمسك، وتضم 25% من السلوك. لاحظوا أنه هذه أنماط التفاعل بين الناس، وهذه هي النسب تبعتهم. الآن مكونات التفاعل الاجتماعي، في عنا إشي بسموه الجانب الإدراكي، وهو عملية الإدراك، يعني الناس تدرك بعضهم البعض، تفهم بعضهم البعض، ومبررات الشريك بك وأكثر. الجانب الانفعالي، والمقصود بهذا الجانب تبادل مختلف التصورات والأفكار والمصالح والأمزجة والمشاعر والنزاعات والمشاعر، انفعالات يعني، وأن الأمر لا يتوقف عند حد التبادل، وإنما هي عملية يدخل فيها التطور والنماء. وهذا يعني أن كل مشترك في عملية التفاعل يتعرف أو يعترف بنشاط شريكه، انفعالاته. الجانب التفاعلي، الاتصال والتفاعل ليس شيئا واحدا ولكنهما شيئان منفصلان. فالاتصال هو درجة من التفاعل، كما أنه إذا كانت العملية الاتصالية تولد على أساس نشاط مشترك، فإن تبادل المعارف والأفكار بصدد هذا النشاط يفترض حتما أن التفاعل الحاصل يتحقق في مجالات أو في محاولات مشتركة. يعني لاحظ العملية بتكون زي العملية الدائرية، انفعال، إدراك، تفاعل الناس مع بعضها البعض في مجالات كثيرة ومتعددة. الآن نأتي إلى علاقة الفرد بالجماعة. بشكل عام تتميز بالتعقيد، وهي مفيدة ومثمرة، رغم أنها تحتاج إلى اهتمام خاص وفهم طبيعة العلاقة بين الفرد والجماعة. تتأثر بمجموعة من المتغيرات، وهي التي تحدد نوعية التفاعل الاجتماعي داخل الجماعة. أهم المتغيرات التي تؤثر في السلوك الإنساني، وهي ضمنيا محددات وعوامل ومتغيرات التفاعل الاجتماعي. يعني إيش اللي بيأثر في السلوك الإنساني؟ أول حاجة الدوافع الدافعية، الدافع، الموبايلتي، الدافع، الحاجة، الأهداف، صورة الذات عند الفرد، مفهوم الفرد عند الآخرين، القيم، المعايير، الاتجاهات النفسية، العادات والتقاليد، كلها بتأثر في سلوك الإنسان. بنيجي للدافع. شو تعريف الدافع؟ هو عبارة عن حالة من التوتر وعدم الاتزان تنشأ نتيجة التفاعل غير المتوازن بين تركيب أجهزة الكائن الحي ووظيفة هذه الأجهزة. الدافع زي مثلا دافع الجوع، دافع العطش، داخل توتر داخلي، وهي تلك القوة الذاتية التي تحرك السلوك وتوجهه لتحقيق غاية معينة
تشعر الفرد بالحاجة إليه وأهميتها المادية والمعنوية النفسية بالنسبة له. وللدافع أثر فعال وقوي في علاقة الفرد بالجماعة، زي ما كيف يؤثر الدافع على علاقة الفرد بالجماعة. العلاقة الطبيعية بين الفرد والجماعة تقوم على الاتزان بشكل عام والاستقرار بينهما، ومن هنا فإننا نرى أن العلاقات أنواع، يعني العلاقات بين الناس أنواع، علاقات قائمة على مبدأ الحقوق والواجبات، فللفرد حق أو حقوق تتمثل في إشباع دوافعه الثانوية والفسيولوجية، كذلك على الفرد واجبات، فكلما زاد جهده وبذله وتضحيته كلما زادت الجماعة في إشباع دوافعه، وفي حالة عدم إشباع الجماعة لدوافع الفرد فإنه بذلك للجهد سوف يقل. لذا على الجماعة لا تبخل بتقدير جهد أفرادها، يعني الإنسان عندما يتعب يحتاج إلى من يقدر هذا الجهد ومن يقدر هذا الدافع، وهذه العلاقة تعتبر إيش؟ ديمقراطية، يعني الواحد بقدرك بيعطيك يعني تعزيز إيجابي. يعني مجال كثير إنه إحنا لو بنحكي فيه بنطول. علاقة قائمة على مبدأ الضبط والتحكم، وهذا تعتبر الجماعة أن الفرد لا يجوز إشباع دوافعه إلا بالقدر الذي تسمح به الجماعة ووفق الشروط. هذه بنسميها العلاقة الدكتاتورية، يعني في عنا علاقة ديمقراطية وفي عنا علاقة دكتاتورية، وهذول ركزوا عليهم ممكن يجوا في الامتحان. في علاقة قائمة على مبدأ المنحة والحق المكتسب، وهنا يعتبر الفرد أن إشباع دوافعه حق اكتسابه مجرد انتماء للجماعة دون النظر إلى واجبات أو ضبط وتحكم، كما تنظر إلى إشباع دوافع على أنها منحة تجود بها على الفرد دون أن تنتظر منه واجبات. يعني هذا النوع شوي فيه خطورة، أن انتماء الفرد سيكون آنيا يعني لحظيا وحسب المصلحة، ومجرد توقفها بتنتهي، وهذه بسموها علاقة الفوضوية. هذه برضو مهمة، يعني ديمقراطية دكتاتورية وفوضوية. وكثير ناس مثلا بيدخلوا على حزب أو اتجاه سياسي معين لمصلحة معينة، وبعدين بيأخذ حاجته بروح بروح. الآن نشاط الدافع يمر بمرحلة أو بأربعة مراحل. أول حاجة بيسموها مرحلة الإلحاح، ويرتفع فيها التوتر ويظهر الدافع واضحا في المجال الإدراكي، إلحاح. الحاجة الثانية مرحلة إشباع، يتم فيها إشباع الدافع وتحقيق الدافع سواء كانت بيولوجية أو نفسية أو اجتماعية، وهي مرحلة اكتفاء والرضا. مرحلة جيم مرحلة اتزان، ويتم فيها التوافق والتعادل بين تركيب الأجهزة ووظائفها. مرحلة دال التسامي، وهو انتقال الدافع من مرحلة الإلحاح والتوتر الاتزان مباشرة. برضو هدول مهمات ممكن تيجي التعريفات الامتحان صح أو غلط. الحاجة الآن هي شعور الفرد بالنقص، أي يشبع الدافع إشباعا، أي يشبع الفرد نقص لديه إشباعا مرحليا، والحاجة ترتبط بالدافع دائما، والفرد ينتمي للجماعة لإشباع حاجة ما. في عنا هرم بسموه هرم ماسلو، هذه الاحتياجات الإنسانية. تتدرج الاحتياجات من مبدأ لتبدأ بالأساسية اللازمة للبقاء الفرد، ثم تتدرج في سلم يعكس مدى أهمية الاحتياجات. هذا السلم مهم، يعني لاحظ أنه هذا السلم يبدأ بالحاجات الفسيولوجية، الأكل والشرب، بعدين حاجات الأمن السيكوريتي، حاجات الاجتماعية احترام والتقدير، الحاجة الأخيرة تحقيق الذات. وكل فرد فينا يسعى إلى تحقيق هذا من خلال هذا السلم. في عنا الأهداف، وهي النهاية المحتملة لكل دافع، يعني كل دافع له هدف وله غرض، ويخضع الفرد في مكان محدد داخل الجماعة. وإذا كان انسجام أهداف الفرد مع الجماعة تكون العلاقة تدعيمية، وفي حالة التنافر تكون منعا وكفا وضغطا. صورة الفرد، صورة الذات عند الفرد، وهي مفهوم الفرد عن نفسه، يعني كيف أنت مفهومك عن نفسك بكل ما فيها من خصائص وقدرات وسمات. وتنشأ هذه الصورة مع بداية التنشأة الاجتماعية، وتشمل على جميع الخصائص الجسمية والنفسية والعقلية، وتنمو أثناء التفاعل والاحتكاك مع الآخرين. مفهوم الفرد عن الآخرين، تعريفاتهم، هي نظرة الفرد نفسه للجماعة، ويحدد هذا المفهوم درجة انتمائه إليها ونوعية تفاعله معها سواء كان خيرا أم شرا، ممكن يجي صح وغلط. المعايير وهي عبارة عن مقاييس أوزان نسبي تتفق عليه الجماعة في موقف معين لو تحكم به على صحة السلوك، يعني هذا صح ولا غلط، هذا
يعني زي قواعد معينة. المعيار أكثر نسبية من القيم وأقل ثباتا منها، برضو هذا سؤال مهم. المعيار أكثر نسبية، ممكن أقول لك المعيار أقل نسبية. وتكتسب المعايير قوتها وفعاليتها من كثرة استخدامها، وإذا اشتدت فإنها تتحول إلى قيم. يعني فرق بين القيم والمعيار لازم نعرف. القيم وهي القيمة هي تنظيم خاص لقدرة خبرة الفرد، ينشأ في مواقف المفاضل والاختيار للقيم. القيم تأثيرها القوي على علاقة الفرد بالجماعة، والقيم منها الروحية والاجتماعية والاقتصاد، زي قيمة الحق والخير والمسامحة والعفو والاحترام، وهي محدد للسلوك وتعزز ضبطه. وإذا اشتدت القيم أصبحت من عمومية النسيج الاجتماعي. عندنا الاتجاهات النفسية، وهي استعداد عقلي وعصبي أحدثته الخبرة الحادة والمتكررة، وهي نزعة الفرد للمواقف والمعرفة التي تحدد الاتجاه. العادات، وهي نمط من السلوك الفرد الذي يكتسب صفة الشيوع والانتشار وينتقل إلى الجماعة محدثا التناسق في العلاقة، زي مثلا عادات الإكرام، عادات مثلا الحداد على الميت، عادات التدخين. يعني بتنتشر العادات عندما تقوى تشتد تتحول إلى إيه؟ تقاليد. يعني العادات درجة أولى من درجات التقاليد. تقاليد هي مجموعة من الأنماط السلوكية الجمعية والموروثة التي تنتقل من شخص إلى آخر. تقليد، يقلد طفل بيقلد الأبو الكبير، والأبو بيقلد الأبو الكبير، وهكذا. وهي أنماط سلوكية جمعية، يعني جمعية يعني الكل بوافق عليها، موروثة نورثها عن بعضنا، زي العادات اللي هي الأفراح والمآتم وما إلى ذلك من تقاليد اجتماعية. بهيك بنكون خلصنا محاضرتنا اليوم، وإن شاء الله نتمنى لكم النجاح والتوفيق. وحاولوا تركزوا على كل المحاضرات اللي أخذناها، لأنها ستأتي في الامتحان. الامتحان عبارة عن صح وغلط واختيارات من متعددة. أتمنى لكم النجاح والتوفيق مرة أخرى، وشكرا لكم.